أهلا بكم. منذ 7 أكتوبر الماضي وعلى حدود مصر الشرقية عدوان إسرائيلي يتواصل على قطاع غزة وسط مأساة إنسانية غير مسبوقة من الشهداء والمصابين والدمار الذي عم القطاع المحاصر. أما في الجنوب أزمة سودانية مستمرة كذلك منذ منتصف أبريل الماضي بكل أبعادها العسكرية والإنسانية والسياسية، والتي خلفت وراءها معاناة هائلة للشعب السوداني، كما أسفرت عن نزوح داخلي وخارجي لمئات الآلاف من السودانيين. أما في الغرب فمنذ 12 عاما تعاني ليبيا من أزمة سياسية وعدم استقرار دون أي أفق لحلول سياسية لها، حتى الآن وسط تدخلات خارجية تعبث بالساحة الليبية. وسط كل هذه الأزمات والتحديات تتحرك القاهرة بما تملكه من قوة ومكانة من أجل إيجاد حلول سلمية لهذه الأزمات وغيرها، وبما يسهم في إعادة الأمن والاستقرار في عموم المنطقة. تتحرك مصر بنهج يستند إلى مبادئ الاحترام المتبادل وربط التدخل في الشؤون الداخلية للدول واحترام سيادتها واستقلالها، مع التجديد على تماسك الدولة الوطنية ومؤسساتها للحيلولة دون نشر الفوضى في المحيط الإقليمي. أهلا بكم في حلقة جديدة من مصر. ونبدأ حلقة هذه الليلة بمجموعة من أهم الأخبار. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يحدد 3 شروط لتحقيق السلام في قطاع غزة، وحسب وصفه هذه الشروط هي تدمير حماس ونزع سلاح غزة واستئصال ما أسماه بتطرف المجتمع الفلسطيني. جاء ذلك في مقال لبنيامين نتنياهو نشر في صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية. أسر الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة ينظمون التظاهرة عند مقر وزارة الدفاع في تل أبيب تزامنا مع اجتماع المجلس الوزاري المصغر. هذه الدعوة للضغط على حكومة نتنياهو لإبرام صفقة جديدة للتبادل مع الفصائل الفلسطينية لإعادة المحتجزين. شركة الاتصالات الفلسطينية تعلن انقطاع خدمات الاتصالات والإنترنت بشكل كامل في عموم قطاع غزة. الشركة توضح أن الطواقم الفنية تعمل على إعادة الاتصالات في ظروف وصفتها بالخطيرة. وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت يقول إن إسرائيل تخوض حرباً متعددة الجبهات وعدهم بال7 جبهات. وفي كلمة له أمام الكنيست أشار أن إسرائيل تتعرض لهذا الهجوم من المحاور ال7، وهي غزة ولبنان وسوريا والضفة والعراق واليمن وإيران على حد قوله. وزارة الخارجية الفلسطينية بدورها تطالب الأمم المتحدة بالإعلان رسميا عن أن قطاع غزة يعاني مجاعة حقيقية تهدد حياة سكانه بالموت، ودعت مجلس الأمن الدولي إلى تحميل إسرائيل المسؤولية عن الإبادة الجماعية. إذاعة جيش الاحتلال تعلن مقتل جنود بنيران صديقة عن طريق الخطأ. الإذاعة الإسرائيلية تقول بمقتل جنديين في شهر نوفمبر الماضي بعد قصف دبابة إسرائيلية لأحد المباني في غزة كان يتحصن فيها جنود إسرائيليون. وزير الخارجية المصري سامح شكري يبحث مع نظيره الأردني أيمن الصفدي الذي يزور القاهرة تطورات الأوضاع في غزة ومساعي وقف إطلاق النار. الوزيران كذلك ناقشا آلية التعاون الثلاثي التي تربط مصر والأردن والعراق بما يعود بالنفع على الدول الثلاثة.
نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني مالك عقار يؤكد أن القوات المسلحة السودانية منتصرة بعزيمتها وصبرها، ودعا إلى عدم الالتفات للشائعات ومخططات اغتيال المعنويات، وطالب القوى السياسية والمدنية السودانية بتبني قضايا الشعب السوداني في هذه المرحلة الصعبة. حول محاور السياسة الخارجية المصرية وسط هذه الأزمات التي تحيط بمصر من مختلف الجبهات، نناقش معكم في هذه المعلومات الملامح الأولية لتحرك الخطوط المتعلقة بالسياسة الخارجية المصرية. ففي 15 من يوليو من عام 2021 لخص الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال كلمة له بالأمم المتحدة محددات السياسة الخارجية المصرية بقوله: إن مصر تدير علاقاتها الخارجية إقليميا ودوليا بثوابت راسخة ومستقرة، قائمة على الاحترام المتبادل والجنوح للسلام وإعلاء قواعد القانون الدولي. من هنا استطاعت مصر ترسيخ وتدعيم دورها الإقليمي والدولي. فعلى مدار 10 سنوات مضت شهدت السياسة الخارجية المصرية نشاطا مكثفا حافظت خلاله على الملامح الوطنية عبر التوازن والتنوع في علاقاتها مع مختلف دول العالم شرقا وغربا. سياسة خارجية مصرية قائمة على تعزيز السلام والاستقرار في المحيط العربي والإقليمي والدولي وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. كما تحرص مصر على المشاركة في الجهود الدولية لإنهاء الأزمات، وتتخذ موقفا رسميا داعما لجهود الأمم المتحدة المتعلقة بالمصالحة والحوار والتسوية السلمية. سعت مصر خلال السنوات الماضية لتشكيل محاور إقليمية ودولية متعددة لخدمة المصالح المصرية القائمة على التعاون المتبادل مع مختلف القوى. أما في محيطها العربي تلعب مصر دورا فاعلا في إنهاء الأزمات في المنطقة العربية وإعادة الاستقرار بما لها من قوة ومكانة، وما يضيفه لها موقعها الجغرافي وكذلك دورها التاريخي. يظهر ذلك جليا في الجهود المصرية لإنهاء الأزمة السياسية في ليبيا، والتي دعمت ضرورة التوصل إلى تسوية سياسية شاملة ومستدامة واستعادة دور مؤسسات الدولة الوطنية في ليبيا. وفيما يخص القضية الفلسطينية ظهر الموقف المصري الواضح والجلي خلال العدوان الإسرائيلي على غزة وإفشال محاولات التهجير والدعم الكامل عبر المساعدات الإنسانية للقطاع، وهي الجهود المتواصلة حتى الآن، وكذلك الوساطة في اتفاقات تبادل الأسرى والهدن الإنسانية. كما تحرص مصر على تقديم جميع أوجه الدعم للشعب السوداني للحفاظ على وحدة وسلامة أراضيه ومنع تدخل أي طرف خارجي بأي شكل كان. هكذا تظل السياسة الخارجية المصرية حكيمة، تمتلك رؤية ثاقبة ومتوازنة هدفها إخماد بؤر التوتر ونزع فتيل الأزمات وترسيخ ركائز السلام والتنمية. الدبلوماسية الإنسانية نهج مصري كشفت عنه تحولات العالم وأزماته. فمنذ 7 أكتوبر وعقب العدوان الإسرائيلي غير المسبوق على قطاع غزة، كانت مصر أكبر مانح دولي للمساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية للقطاع المنكوب، كما فتحت مطار العريش الدولي أمام جميع دول العالم لإرسال المساعدات وإدخالها عبر معبر رفح. وفي أعقاب العاصفة دانيال التي ضربت ليبيا في سبتمبر الماضي وخلفت كارثة إنسانية كبرى، كانت مصر حاضرة وبقوة لدعم الشعب الليبي عبر جسر جوي وبحري لتقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية، كما أرسلت فرق إنقاذ للبحث عن ناجين وإقامة معسكرات إيواء للمتضررين بالمناطق المنكوبة. الله أكبر.
ومع اندلاع الأزمة بالسودان في منتصف إبريل الماضي، استبقت مصر جميع دول العالم وسخرت إمكانياتها لتقديم كل أشكال المساعدة الإنسانية والإغاثية للشعب السوداني، كما فتحت معابرها الحدودية للنازحين من جحيم هذا الاقتتال الذي تسبب في دمار وترويع كل السودانيين. وفي 6 فبراير الماضي، كان العالم على موعد مع كارثة إنسانية مروعة ضربت كل من تركيا وسوريا عبر زلزال مدمر بلغت قوته 7.8 درجة على مقياس ريختر، وكانت مصر من أولى دول العالم التي تفاعلت مع كارثة البلدين فور وقوعها، فقدمت كافة سبل الدعم والتضامن، كما بعثت بوزير خارجيتها سامح شكري إلى كلا البلدين في رسالة تتجاوز الخلافات وتعلي من المبادئ الأخلاقية أمام هذه الكارثة الإنسانية. وهكذا تعمل مصر بإخلاص لتقديم كل أوجه الدعم الإنساني في أوقات الأزمات والكوارث، انطلاقاً من دبلوماسية تستهدف في المقام الأول حماية الإنسان وتأمين احتياجاته، كما تسهم في بناء الأمن والسلم العالميين. السياسة الخارجية المصرية وسط هذا الإقليم المضطرب وتداعيات الأحداث التي تستجد كل دقيقة وأخرى. أرحب بضيوفي الكرام من القاهرة، سعادة السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، كما أرحب بالكاتبة الصحفية بالأهرام الأستاذة أسماء الحسيني المتخصصة في الشأن الإفريقي. أستاذة أسماء وسعادة السفير حجازي، أهلا بكم. أبدأ معك سيد السفير حجازي، إن كنت تسمعني، فيما يتعلق بهذه التحديات، كيف ترى الخط الذي تسير عليه القاهرة، خاصة وأن الكثير من الأحداث منها كانت مفاجئة، سواء ما حدث في السودان منذ أشهر طويلة أو حتى ما حدث في غزة مؤخرا؟ خليني أبدأ أستاذ عمرو بالديباجة الأساسية، إن السياسة الخارجية المصرية هي سياسة جادة وواثقة تتحمل مسؤولياتها الإقليمية وفقا لمبادئ الأمم المتحدة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول واعتماد سياسة حسن الجوار والعمل على تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي في إطار من حفظ السلم والأمن العالمي. وأعتقد أن هذه المبادئ هي التي تقود الدبلوماسية المصرية دوما لأن تكون شريكا لكل باحث عن السلام، كان الأمر يتعلق بليبيا أو يتعلق بالسودان أو يتعلق بالوضع في غزة، فكل ما تطمح إليه الدبلوماسية المصرية هي إتاحة إقليم مستقر ونابض وناهض من أجل تنمية شعوبه وتخفيف حدة المآسي التي أو الكوارث التي تتعرض لها دول المنطقة، ومنها الكوارث الطبيعية، ولكن أيضا تلك الصراعات التي باتت تعصف بالجوار الجغرافي لمصر، سواء كانت في ليبيا وكان لمصر موقفا جادا وصارما أسهم في توقف حالة التوغل المتبادل بين غرب ليبيا وشرقها والتزام الأطراف الخارجية حدودها، ووضعت خطا للسلام أسمته الخط الأحمر خط سيرت الجفرة، وانتقل هذا الالتزام الإقليمي لغسد أشقائنا في السودان من النواحي الإنسانية ومن قبول أعداد ضخمة من الأشقاء النازحين من الجالية السودانية عبر الحدود التي فتحت، بالإضافة إلى مواصلة جهود دبلوماسية جادة من خلال مسؤول تحميل دول الجوار الجغرافي مسؤولية البحث عن حل مع دعم المفاوضات الجارية في الرياض أو في جدة من أجل تحقيق السلام في مسار آخر تعتمد فيه مصر دوما على المساعي المشتركة لدول الإقليم لإيجاد حلول
السلمية. أما الوضع في غزة فقد أخذ من الدبلوماسية المصرية ولدا للكثير، سواء كانت منذ القمة التي دعا إليها السيد الرئيس في القاهرة مع اندلاع الأحداث بعد 7 أكتوبر، قمة القاهرة للسلام، والتي أرسلت دعائم التحرك، وإضافة إلى ذلك الجهود المصرية المبذولة حاليا لإيجاد حل. باتت ملامح الخطة التي وضعتها مصر واضحة، وأظن ستكون هي الأساس الذي سترتكن إليه كل الحلول المرتجة وبشكل فوري لقطاع غزة. طيب بتاعت سفير، اسمح لي أنتقل للأستاذة أسماء الحسيني بعد التحية لك يا أستاذة أسماء. أكيد ما يحدث على الحدود الجنوبية مع السودان وكذلك على الحدود الغربية مع ليبيا هما مهددان خطيران للأمن القومي المصري. نبدأ بالملف السوداني، يعني كيف رأيت طيلة الفترة الماضية هذا الخط أو النهج الذي كانت تسير عليه السياسة الخارجية المصرية مع بلد شقيق عمق استراتيجي وأمني كبير جدا بالنسبة للقاهرة؟ أهلا وسهلا أستاذ عمرو، التحية لك ولضي كريم ولكل السادة المشاهدين. بالطبع يعني كما ذكرت حضرتك في بداية الحلقة، نعيش في إقليم مضطرب وأيضا في عالم مضطرب يسوده الاستقطاب والانقسام والتجاذب، وهذا الاستقطاب والتجاذب والانقسام انعكس على أوضاع هذا الإقليم الذي أصبح الآن هناك قوى عظمى لها مصالح في أفريقيا وفي العالم العربي، وهذا الصراع الدولي والإقليمي المحتدم في منطقتنا العربية وقارتنا الأفريقية يلقي بظلال قاتمة على كل أوضاعنا، ومصر تواجه تحديات غير مسبوقة من أجل الحفاظ على أمنها القومي الذي بات مهددا من الشرق والغرب والجنوب. وبالنسبة للسودان بالطبع هو أمن قومي بالنسبة لمصر، الآن تحديات غير مسبوقة للسودانيين ولمصر، لأن الأوضاع الحالية الحرب الحالية هي حرب غير مسبوقة، فتحت أبواب جهنم على الجميع وفتحت تحديات هائلة جدا أمام السياسة المصرية تجاه السودان. مصر كانت لديها يعني منهج حكيم منذ بداية الأزمة، كانت داعية منذ اللحظة الأولى لوقف هذه الحرب العبثية التي رأت منذ اللحظة الأولى أنها سيكون لها انعكاسات هائلة على كل أوضاع السودان والمنطقة. صحيح. وبالتالي أعلنت أنها تقف على مسافة واحدة من كل الأطراف، وأنها تسعى من أجل وقف هذه الحرب ومن أجل جمع أطراف الصراع في مائدة التفاوض. جزئية عدم السماح أو رفض التدخل الخارجي في الشأن السوداني، ولعل الشأن السوداني ربما يكون جاذباً لقوى إقليمية وقوى دولية لما يتمتع به السودان من مقومات بكل تأكيد، ولكن الموقف المصري الرافض لأي تدخل أجنبي في الأزمة السودانية برأيك إلى أي مدى أثر في حفظ السودان وعدم تفاقم الأزمة أكثر مما هي؟ نعم، مصر أعلنت منذ اللحظات الأولى رفضها أي تدخل خارجي في الشأن السوداني، لأنها تدرك أن كل الأصابع إقليمية ودولية أصبحت تعبث في هذا البلد المهم بالنسبة لنا وبالنسبة للقارة الأفريقية والمنطقة العربية، وأن تبعات ما يحدث في السودان سيكون لها انعكاسات خطيرة. هناك الآن قوى عديدة دولية وإقليمية، ويخشى أن يؤدي انهيار الأوضاع في السودان إلى استقطاب جماعات يعني إرهابية وجماعات إجرامية، وبالتالي تسعى مصر لوقف هذه التدخلات. وكانت دعوتها لمؤتمر دول جوار السودان كان محاولة من أجل الحل، وما زالت المساعي المصرية يعني الآن تتواصل من أجل البحث عن هذا الحل في السودان عبر تعاون مع المنظومة العربية والمنظومة الأفريقية وأيضا المجتمع الدولي. الآن أصبحت الأوضاع خطيرة جدا في السودان بعد دخول الحرب الآن إلى شهرها التاسع وسقوط يعني أكثر من 12 ألف قتيل، يقدرون ب 12 ألف قتيل وفقا للتقديرات الرسمية، لكن الأعداد تتجاوز ذلك، وحالة دمار واسع، تدمير ذاتي واسع النطاق، وأصبح هناك الآن مخاوف من أن تتحول هذه الحرب إلى حرب أهلية بعد أن أخذت أبعاد إثنية وعرقية وقبلية. مصر استقبلت العديد من القوى السودانية
كان بأطيافهم المختلفة، كان هناك اجتماعين لقوى الحرية والتغيير المجلس المركزي، وأيضا اجتماعات للكتلة الديمقراطية، والعديد من القيادات السودانية موجودون هنا. وهناك الآن مبادرات تسعى مصر عبرها إلى حل الأزمة، وأيضا مبادرات يعني غير رسمية أيضا تحاول أن تفتح حوار مع يعني الأطياف السودانية من أجل البحث عن حل كبير يستطيع أن يواجه كل هذه الانقسامات وكل هذا المشهد الخطير الموجود في السودان. نعم. طيب أنتقل لسعادة السفير محمد حجازي في ملف آخر متعلق بالسياسة الخارجية المصرية، وهو الملف الليبي. حضرتك ذكرت يعني الخط الأحمر الذي كانت وضعته القاهرة فيما يتعلق بالتواجد الأجنبي أو الإقليمي على الأراضي الليبية. كيف ترى هذه المواقف المصرية فيما يتعلق بالشأن الليبي، وكذلك قدرة القاهرة من خلال هذه الدبلوماسية الرشيدة الحكيمة في التعامل حتى مع أطراف أخرى إقليمية كانت موجودة على الأراضي الليبية في احتواء المواقف أو تهيئة الأوضاع من أجل يعني ممكن ألا تتدهور الأمور أو تنزلق إلى منعطفات أخطر؟ بكل التأكيد الوضع في ليبيا أفضل كثيرا مما كان عليه الوضع من قبل، خاصة مع إطار التفاهم الإقليمي البادي بين القاهرة وأنقرة. وأتصور أن هناك مساحة كبيرة للاتفاق والتوصل إلى الانتخابات المنشودة في ليبيا بتوافق بين الأشقاء. أعتقد أن الجهود التي بذلت عبر السنوات السابقة قادت المشهد الليبي إلى مساحة من الاتفاق تسهم الآن العلاقات المصرية التركية المتنامية في الخروج بهذا المشهد والوصول به إلى ليبيا المستقرة، ليبيا دولة المؤسسات، ليبيا صاحبة التجربة الانتخابية إن شاء الله القادمة التي ستقود حكومة وطنية ليبية منتخبة تساهم كل الأطراف الإقليمية في حمايتها ومساندتها للانطلاق بمقدرات شعبية إلى الأمام في إطار من الحفاظ على دولة المؤسسات الوطنية، هو ذلك الدعم الذي قدمته مصر. وأظن أننا أمام مشهد يا أستاذ عمرو يستدعي في المرحلة القادمة البحث عن رؤى إقليمية لتحقيق قدر من التفاهم الإقليمي حتى تكون قضايا النزاعات في المنطقة محلا لبحث أهلها، ولا تكون مدخلا لهؤلاء الذين ينفذون من خلالها للتأثير على الأوضاع وإرباك المشهد الإقليمي. وبالتالي العلاقات المصرية التركية والعلاقات المصرية السعودية والسعودية الإيرانية والإيرانية المصرية مؤهلة لقيادة شبكة من العلاقات الإقليمية لابد أن تصاغ في مؤتمر للتعاون الإقليمي تكون في أطر التفاهم ومبادئ الأمم المتحدة هي الأساس، وأن يتم استبعاد كل الأطراف التي تقود لإرباك المشهد من وقت إلى آخر، ولا تكون للقوى الكبرى الإرادة الفاعلة الأساسية في المنطقة فتثير نزاعا هنا ونزاعا هناك وتستغل الأوضاع كما تابعنا في الوضع الليبي سابقا والوضع السوداني حاليا والأوضاع في غزة. وبالتالي على القوى الإقليمية تحمل مسؤولياتها حتى يكون تدخلات القوى الكبرى أقل تأثيرا، وحتى ينشأ إطار من التفاهم الإقليمي نبعد من خلاله شبح التدخلات الخارجية. طيب سعادة السفير والأستاذة أسماء الحسيني، أرجوكم يعني أن تسمحوا لنا أن نرحب بدكتور أماني عصفور رئيس مجلس الأعمال الإفريقي. دكتور أماني، أكيد الشق الاقتصادي هو شق حاضر وبقوة في العلاقات السياسية مع إفريقيا. رأينا مشروعات تنمية تقوم مصر بتنفيذها في القارة الإفريقية، الكثير من المعارض الاستثمارات، القطاع الصحي، أمور كثيرة، يعني نقل خبرات في نواحي كثيرة جدا. برأيك إلى أي مدى تطور هذا وأصبح من وسائل القوة الناعمة أو الدبلوماسية الإنسانية إنجاز التعبير؟ هو طبعا هام جدا الاستثمارات التي قامت بها مصر في القارة الإفريقية التي وصلت حوالي 10.2 مليار
دولار، وذلك في الطاقة، في التحتية، في تكنولوجيا الزراعة، ولكن هناك الكثير أيضا للتغطية، لأنه إذا احنا يعني وجدنا النقص الغذائي الذي حدث أثار الحروب التي حدثت مؤخرا، هنجد أن هناك يعني هو كبير جدا بين الاستثمار مثلا في القطاع الزراعي. عندنا في أفريقيا 65% من القارة الأفريقية أراضي قابلة للزراعة ولم تستغل بعد، وهي يعني كفيلة بأنها يعني تسد أي فجوة غذائية وتؤمن الأمن الغذائي بالنسبة للقارة الأفريقية يعني بقوة. أيضا نجد أن التعدين أيضا هو يعني في هناك استثمارات عديدة في مجال التعدين، وإذا أخذنا مثلا الصناعة بتاع السيارات الكهربائية في 2030 هيبقى عندنا حوالي 200 مليون سيارة كهربائية محتاجة إلى بطاريات من الليثيوم، والليثيوم هو معدن موجود في القارة الأفريقية، وفعلا تم دلوقتي وضع خطة ورؤية للاستثمار في القارة الأفريقية لتصنيع البطاريات الليثيوم. هنجد أيضا أنها الاستثمارات في القارة الأفريقية ستضمن أجندة التنمية في القارة الأفريقية 2063، وهي أن تكون أفريقيا ذات سلم، ذات رخاء، يعني يديروها المواطنون الأفارقة. الدور المصري فيها كيف طري الدور المصري تحديدا؟ هو طبعا الدور المصري دور ريادي جدا، لان احنا اذا راينا انه الدور المصري في تصدير الخبره العلميه المصريه، في تصدير الخبره الصناعيه، في تدريب العماله الماهره بالنسبه للرقمنه في القاره الافريقيه، ايضا في الاستثمارات في القاره الافريقيه في مجالات الزراعه، في مجالات التعدين، في مجالات البنيه التحتيه، وراينا انه مثلا سد تنزانيا بقطاع خاص مصري، وفي كثير من الطاقة أيضا في القارة الأفريقية. ولكن إذا احنا رأينا الآن مثلا تحت منطقة التجارة الحرة القارية الفرص المتوفرة بالنسبة للقطاع الخاص المصري لسيادة التجارة البينية بين دول القارة وزيادة الاستثمارات، وإزاي إن احنا ممكن من خلال الآليات المتواجدة في القارة الأفريقية مثل مجلس الأعمال الأفريقي الذي أشرف برئاسته، ممكن إن هو اتحاد لمنظمات الأعمال الموجودة في القارة الأفريقية، وتشبيك القطاع الخاص الأفريقي الذي يعمل على يعني رؤية تأسيسية له أن تكون أفريقيا بلا حدود، ذات ابتكار، ذات تنافسية للتجارة والصناعة والاستثمار. فمصر لها دور ريادي جدا بمحققاته من صناعة، وإذا مثلا أخذنا في قطاع الصحة، مصر في عندنا هنا 400 مصنع المستلزمات الطبية، 165 مصنع للصناعات الدوائية، ويمكن في أغلب القارة الأفريقية بيتم الاستيراد من الهند والصين ودول أخرى، فهناك يعني مساحة كبيرة جدا بالنسبة لزيادة التجارة البينية. صحيح. وزيادة الصادرات المصرية للقارة الأفريقية في قطاعات عديدة جدا. أكيد. إذا رأينا أيضا أنه في القطاع الصحي مثلا، هناك إن شاء الله في فبراير القادم في مؤتمر تمويل البنية التحتية الصحية، وده من وكالة التنمية للقارة الأفريقية التي ترأسها مصر في دورتها الحالية، وسيكون يعني مركز على تمويل مشروعات البنية التحتية في قطاع الصحة، وده أيضا مصر لها باع كبير جدا جدا فيه، لأنه احنا يعني ممكن زي ما قلنا تصدير مستلزمات طبية، تصدير الصناعات الدوائية، وهيبقى أيضا هناك القطاع الزراعة، هناك يعني مشروع بالنسبة للقارة الأفريقية يعمل على أن يكون هناك أجرو إندستريال باركس، أو يعني باركس مخصصة للصناعات الغذائية التي أيضا مصر لها دور كبير فيها، ممكن أن سواء الآلات الزراعية، سواء الخبرة الزراعية، سواء خبرات الري في مصر، يبقى تصدير الخبرة العلمية المصرية للقارة الأفريقية. واضح أن عدد من المجالات المتشابكة. طيب سريعا أستاذة أسماء الحسيني، يعني إلى أي مدى هذه المشروعات أيضا لها تأثير في ملف مهم بالنسبة للأمن القومي المصري وهو الأمن المائي، ملف مياه نهر النيل ومنطقة حوض النيل؟
نعم، أعتقد أنه مصر يعني خطت خطوات حثيثة وقطعت أشواط كبيرة جدا تجاه أشقائها في أفريقيا في السنوات الأخيرة منذ عام 2014 وحتى الآن، وأعتقد أن كل ما تقدمه مصر من تعاون مع أشقائها في أفريقيا وخصوصا طبعا في دول حوض النيل والقرن الأفريقي ودول جوارها المباشر، أعتقد أنها ستجني ثمارها على كل المستويات، على صعيد قضية المياه التي هي أصبحت قضية مهمة جدا بالنسبة للشعب المصري وتمثل بالنسبة لنا أمن يعني كبير. صحيح. وبالتالي أعتقد أنه هذا التعاون وخصوصا في دول حوض النيل، نرى تعاون مع تنزانيا ومع جنوب السودان، رواندا، بوروندي، الكونغو، تنزانيا، كل هذه الدول تتعاون معها في مجال المياه، في مجال حفر الأبار، في مجال البنية التحتية، وأيضا في مجال توليد الكهرباء والطاقة الشمسية وغيرها، وطبعا تدريب القدرات. هذا التعاون المثمر ستكون له آثاره، وتصل صوت مصر ويصل صوتها الراغب في السلام والتعاون مع أشقائها إلى الشعوب وإلى القادة، وبالتالي ستكون له انعكاسات كبيرة على قضية مياه النيل وأيضا على جميع القضايا الأخرى، تعزيز الوضع الاقتصادي، تعزيز التعاون السياسي. أصبحت هناك يعني رسائل قوية توجه من القاهرة إلى أشقائها في جميع أنحاء القارة، مستفيدة بالطبع من العلاقات التاريخية والروابط العديدة على كل المستويات. طيب سعادة سفير حجازي، إلى أي مدى هذه الدبلوماسية الهادئة، الدبلوماسية الإنسانية القائمة على التكامل والترابط والتعاون، هي الآن بالفعل من الممكن أن تحقق الأمن القومي المصري أو تحقق معادلة التوازن ما بين العلاقات الدبلوماسية والأمن القومي، وفي ظل يعني ما يحدث في ملفات كثيرة في ليبيا، في السودان، في ملف نهر النيل، في الملف في الأراضي الفلسطينية، وما يحدث في غزة، في ملف البحر المتوسط والطاقة؟ طبعا الدبلوماسية المصرية قد تبدو هادئة ولكنها واثق قادرة على تحقيق الأهداف، فهي تستطيع كما كان الحال في طابة أن تحرر أرضا، لكنها تدافع عن مصالح الأمن القومي كما شاهدنا في ليبيا وكما شاهدنا في الشرق المتوسط. هي دبلوماسية قادرة، وعندما أتحدث عن الدبلوماسية لا أتحدث فقط عن دبلوماسية تمارسها وزارة الخارجية، الدولة المصرية بكل أجهزتها وقيادتها السياسية تتحرك، والبرلمانية تتحرك بشكل فاعل ومؤثر في كافة الملفات التي تعرض أمن مصر للخطر، كانت في شرق المتوسط من قبل، وكانت في ليبيا، واليوم في السودان وغزة. وفي غزة تلعب الدبلوماسية المصرية دورا مؤثرا شديد الدقة والحساسية، والحديث عنه سيطول فيما بعد ليبين كيف تصدت مصر لمؤامرات ومخططات في داخل هذا المشهد المأساوي، لتقود بإذن الله لخطة طريق قادرة على أن تجد الحل وتسهم في تحقيق الاستقرار الإقليمي. وأنا أظن أن القوى الكبرى أيضا تقدر هذا الدور، وأعتقد أن مصر قادرة بإذن الله على التعامل مع المشهد في غزة، وقادرة على التعامل في المشهد في السودان، وكما استمعنا إلى دور مصري هام ورائد في أفريقيا، لدينا أيضا قدرات أخرى على المستوى العالمي، ونمثل أيضا أفريقيا ودول العالم الثامن الثالث في المحافل الدولية، ونخوض أجندة دولية بأفكار ورؤى تشمل الجميع ولا تستثني أحد. شكرا جزيلا سعادة السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، وكذلك الشكر للأستاذة أسماء الحسيني الكاتبة الصحفية بالأهرام والمتخصصة في الشأن السوداني، والشكر موصول دكتور أماني عصفور رئيس مجلس الأعمال الإفريقي. شكرا جزيلا لكم ضيوفي الكرام، ونخرج إلى فاصل سريع، وبعد الفاصل نتحدث عن آخر تطورات القضية الفلسطينية وما يحدث في قطاع غزة، وكذلك ما صدر من تل أبيب من تصريحات مساء اليوم. بعد الفاصل ابقوا معنا. We'll be right back.
أرقام كبيرة لضحايا الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة بعد أن تجاوز أعداد الشهداء أكثر من 20,000 شهيد وآلاف المفقودين وآلاف المصابين. ولكن إذا نظرنا إلى الأرقام المتعلقة بضحايا الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة من الصحفيين ومن أسرهم فالأرقام بليغة وبالغة الخطورة. استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي الصحفيين، اغتال الاحتلال الإسرائيلي حتى الآن 103 من الصحفيين الفلسطينيين والعاملين داخل قطاع غزة في مجال الصحافة، وهو ما يفوق عدد الذين قتلوا برصاص وصواريخ الاحتلال منذ عام 2000 وحتى تاريخ اغتيال الزميلة الراحلة شيرين أبو عقلة في شهر مايو من العام الماضي، وكان وقتها العدد حوالي 50 صحفيا. اليوم نتحدث حول هذا الأمر مع ضيفين كريمين، السيد شفيق التلواتي مقرر لجنة الفكر والإعلام بالمجلس الوطني الفلسطيني، والكاتب الصحفي الأستاذ عماد الدين حسين رئيس تحرير صحيفة الشروق. أرحب بهما، لكن أولا نتابع هذه المعلومات. أبدأ مع الأستاذ شفيق التلواتي مقرر لجنة الفكر والإعلام برئيس اتحاد الكتاب الفلسطينيين ومقرر لجنة الفكر والإعلام بالمجلس الوطني الفلسطيني. سيد شفيق، يعني أولا كيف تفسر ضخامة هذه الأرقام حتى الآن؟ نعم، أولا أنا لست رئيس اتحاد الكتاب، أنا عضو أمانة عامة لاتحاد كتاب فلسطين أعتذر، وعضو المجلس الوطني مقرر لجنة الفكر والإعلام. على أي حال نحن أمام مشهد صعب للغاية وأمام مشهد دموي بكل تفاصيله، وهذا يتجلى واضحا بعد اليوم 80 لهذا العدوان الغاشم على قطاع غزة، والذي ذهب ضحيته أكثر من 100,000 فلسطيني ما بين شهيد وجريح، وفضلا عن المبعدين والنازحين والتدمير وكل ما آلت إليه هذه المكنة العدوانية الإرهابية الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني. وهنا يأتي في خضم ذلك كله قتل الصحفيين بهذه الوحشية وبهذا الدم البارد، ويبدو أن منذ مقتل الصحفية شيرين أبو عقلة وهي كانت أيقونة الصحافة الفلسطينية الشهيدة التي وقف العالم كله على قدم واحدة، لكن ربما فتحت شهيتهم أكثر من ذلك، وكما ذكر تقريركم ففي الوقت الذي منذ عام 2000 وحتى مقتل شيرين أبو عقلة يستشهد 50 فلسطينيا، اليوم صحيح. بعد 80 يوم هناك 103، هذا رقم مهول وغير مسبوق، وهذا يؤكد أن شهية القتل الإسرائيلي انفتحت على الصحفيين غير آبهين وحتى العائلات. يعني أستاذ شفيق، يعني نتحدث عن العائلات، أكثر من 350 فرد من عائلات الصحفيين هم مفقودون أو في عدد الشهداء، يعني عائلاتهم وهدم بيوتهم، وهناك العديد من الصحفيين تم اعتقالهم خلال هذه الحرب ولم يعرف حتى مصيرهم حتى اللحظة. كل هذا يؤكد أن هناك نزعة انتقامية كبيرة من الصحفيين، وخلفيتها بالأساس أخي الكريم إنجاز القول هي السردية الفلسطينية في مواجهة الدعاية الصهيونية التي حاولت أن تروج لها في هذه الحرب بعد عملية 7 أكتوبر. فالسردية الفلسطينية، وكما قلنا أو كما قال أسلافنا ونحن نقول ونردد من خلفهم بالدم كتبنا لفلسطين، فهم يعون ماذا يفعلون. فعندما يخرج إتمار بن غفير الذي يسمى وزير الأمن القومي الإسرائيلي بعد مقتل شيرين أبو عقلة تدوين له خاصة به يقول أؤيد قتل الصحفيين، فهذا يعني أن الجنود لا يقتلوا الصحفيين من رؤوسهم، وإنما هناك توجيه
من أعلى سلم ومن أعلى سقف سياسي في الحكومة الإسرائيلية لحثهم على قتل الفلسطينيين، ثم يخرج محرر الشؤون الفلسطينية في القناة 13 الإسرائيلية بعد قتل عائلة وائل الدحدوح مراسل الجزيرة ليقول أو ليعلن عن الخبر ويقول أن الجيش يعرف هدفه، وهذا يؤكد أن هناك توجه، إذن هناك تعمد لقتل السردية وقتل الحقيقة، وليس الحقيقة فحسب وليس الصورة، إنما القتل الكلمة التي أرادوا أن يقتلونها منذ أن جاء هذا الكيان، وهو يستهدف الكتاب ويستهدف الصحفيين ويستهدف الكلمة الفلسطينية التي تفضح هذا الاحتلال وتفضح ممارساتهم، فيريدوا أن يقتلوا الكلمة الفلسطينية. وهناك أمثلة عديدة على ذلك، الصحفي الفلسطيني رئيس التلفزيون فلسطين محمد أبو حطب قتل أيضا هو وأفراد أسرته بدم بارد، ومؤخرا الصحفي سامر أبو دقة الذي لم يقتل أيضا بالرصاصة. هناك أشكال عدة بالمناسبة قتل الفلسطيني فيهم، منهم من هو قصف بالطيران، منهم من قصفت سيارته مثل بلال جدالله وهو رئيس مجلس إدارة بيت الصحافة، وهو صديق للعديد من المؤسسات الأوروبية والممثلين الأوروبيين الموجودين في فلسطين، وطالما استضافهم وطالما كرمهم وطالما قدم لهم تقارير حول انتهاك حقوق الصحفيين. نعم. فلذلك هذه الحكومة لم تقيم وزن لا للقانون الدولي ولم يشفع للصحفي، لا اتفاقيات جنيف التي الخاصة بالصحفيين ولا حتى القانون الدولي واتفاقيات جنيف أيضا وملحقات الخاصة بحماية المدنيين، فالصحفي أيضا هو مدني، إن لم تحميه الدرع والقبعة الصحفية فكان يجب أن يحميه القانون الدولي الذي يرعى المدنيين وقت الحرب. لذلك طيب. نحن أمام حكومة متوحشة ماضية في هذا الإرهاب والنماذج كثيرة، وحتى غلهم على الصحافة عندما قتل أو عندما استشهد سامر أبو دقة حتى بالرصاص، وهو بالتأكيد هذا يعتبر قنص عبر مسيرة، قد كسروا الكاميرا أو الكاميرا دخلت في جسده ومنعوا حتى سيارة الإسعاف وظل ينزف إلى أن قتل. نماذج عديدة لا نريد أن نستعرض حتى لا يكون هناك تحيز مع صحفي ضد آخر، لكن ما سقناهم من أمثلة ونماذج ربما كانت واضحة للعيان. فالصحفي يقتل على الهواء ولن تحميه قوته ولن يحميه أي قانون، لذلك نحن أمام جريمة متكاملة صحيح. بكل المقاييس. طيب اسمح لي أن أنتقل لدكتور مصطفى، اسمح لي أرحب بدكتور مصطفى البرغوثي الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية الذي انضم إلينا الآن، ولكن سأخذ منك تعقيب بكل تأكيد دكتور مصطفى على كيفية توثيق هذه الجرائم إضافة للجرائم الأخرى بحق الإنسانية التي ارتكبت منذ 7 أكتوبر وحتى اليوم. ولكن أجدد ترحيبي مرة أخرى بالأستاذ عماد الدين حسين رئيس تحرير صحيفة الشروق المصرية. أستاذ عماد، يعني الموقف جلي وموقف واضح، وكان هناك أكثر من مناسبة للشد على أيادي الصحفيين الفلسطينيين الغزيين عموما الفلسطينيين، وكذلك على أيادي الشعب الفلسطيني من نقابة الصحفيين ومن عموم العاملين في الحقل الإعلامي والصحافي المصري. كيف يمكن أن ندعم هذا الموقف؟ كيف يمكن أن نعزز من دور ما يقوم به الصحفيين والإعلاميون في فلسطين وبالتحديد في غزة؟ السلام عليكم ورحمة الله، تحياتي لك أستاذ عمرو ولضيفيك الكريمين من فلسطين، وكل التحية للشعب الفلسطيني الصامد والذي يسطر بالفعل ملحمة عظيمة. بطبيعة الحال من الواضح أن الإسرائيليين اليوم من اليوم الأول كان هو اليوم الأكثر دموية على مش بس الشعب الفلسطيني في غزة، لكن على الصحفيين تحديدا حسب نقيب الصحفيين الفلسطينيين، والعدد الأكبر سقط من البداية، وده كان دليل واضح وجلي أن إسرائيل تريد أن تمارس عملية القتل يعني بأكبر قدر من السرية حتى لا تفضح. لو أن هناك بطلا في المشهد الفلسطيني هناك أبطال كسر، بطبيعة الحال الشعب الفلسطيني في غزة كله يعني يسطر ملحمة عظيمة، لكن أنا أظن أن الصحفيين الفلسطينيين تحديدا لعبوا دور مهم، لأنه الرواية أو السردية الإسرائيلية في المحافل الدولية وفي أوروبا والولايات المتحدة كانت مهيمنة هيمنة كاملة صحيح. قبل 7 أكتوبر وبعد 7 أكتوبر ولمدة أسبوعين تقريبا كان الشعب الفلسطيني مشيطنا شيطنة كاملة، للدرجة التي تجعل الرئيس الأمريكي يتبنى واحدة من الخرافات الإسرائيلية بشأن
ما سمي وقتها مقتل قطع ذبح الأطفال المقاومين الفلسطينيين لرؤوس الأطفال الرضع. صحيح. بعد هذين الأسبوعين الصحفيون الفلسطينيين تمكنوا بمهارة شديدة وبدماء ذكية من قلب هذا المشهد. صحيح. حينما نسأل ونقول أن الرأي العام في الغرب وفي الشرق وفي معظم العالم بدأ يتغير، سبب هذا التغير الوحيد هو هؤلاء الصحفيون والإعلاميون الذين تمكنوا من نقل هذه الحقيقة الكاملة طبعا. إلى العالم، سواء كان عبر الإعلام التقليدي أو عبر السوشيال ميديا المختلفة. وكثيرون تحدثوا للإعلام الغربي بالمناسبة، معلقين ومحللين، ومنهم بطبيعة الاحتلال هذا الرجل المحترم ضيفك مصطفى البرغوثي. صحيح. وكثيرين السفير الفلسطيني في واشنطن في لندن، في لندن، وعدد كبير من الشباب الذي لم نكن نعرفه من المدونين. هؤلاء أحد الأبطال الأساسيين بجانب المقاومين، ولولاهم ما عرف العالم قصة الصمود الفلسطيني. الدور الذي ينبغي أن نقوم به نحن العرب عموما وكل الأحرار في العالم أن نواصل فتح الرواية الإسرائيلية، أن نحاصر الإسرائيليين ونقول لهم أن ما تشدقتم به، ونقول للعالم أنكم صدقتم كثيرا أن هذه هي الدولة الديمقراطية الوحيدة وسط ساحة من الاستبداد وبحر من الاستبداد العربي، لم تكن صحيحة، وهي خاطئة بالمجمل، وهي الأكثر بطشا وعدوانا وفاشية وعنصرية. ويعني المشهد الأساسي حينما تقوم إسرائيل بقتل أسراها الثلاثة في غزة كان هو إشارة واضحة أنها تقتل الأسرى، وبالتالي وتتباهى بقتل الإعلاميين، وتباهت كما قال الضيف الكريم من رام الله بقتل شيرين أبو عاخلة، والأمثلة كثيرة. لكن للأسف نحن لا نملك كعرب نفسا طويلا لكي نفضح هذه الرواية والسردية الإسرائيلية، رغم أنها صارت مكشوفة. صحيح. للعالم أجمع. نحتاج إلى استمرار هذا الجهد، نحتاج إلى الذهاب لكل المنظمات الدولية. يعني هم استشهدوا من أجل توثيق هذه الجرائم الإسرائيلية. واسمح لي في هذه الجزئية أن أنتقل لدكتور مصطفى البرغوثي. يعني هم ضحوا دكتور مصطفى من أجل توثيق ما يحدث من جرائم إسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني. الآن نحن نتحمل هذه الأمانة في أعناقنا بأن نقوم بإيصال هذا التوثيق إلى العالم، وأن نأتي بحقوقهم وحقوق من استشهدوا وحقوق من تعذبوا جراء هذا العدوان. كيف يمكن أن يتحقق هذا، خاصة وأن أكثر من مناسبة كالقمة العربية الإسلامية مثلا، وفي أكثر من مناسبة كانت تقول بضرورة تدوين وتوثيق هذه الجرائم وإحالتها إلى الجهات الدولية؟ شكرا لك، تحياتي لك ولضيوفك الكرام. أنا أعتقد أنه أهم شيء نستطيع أن نعمله حفاظا على ذكرى وتضحية هؤلاء الأبطال من الصحفيين الذين قدموا حياتهم، وعددهم يزيد عن 95 الآن في قطاع غزة، أو حتى 103. وأضف إلى ذلك في قبل ذلك، يعني قبل العدوان في 7 أكتوبر، في حوالي 54 أو 55 صحفي فلسطيني تم استشهادهم في الضفة الغربية وقطاع غزة، ومنهم الأخت شيرين أبو عقلة طبعا. أنا أعتقد أنه أهم شيء أن نكون منظمين، بمعنى أن لا يكون وصولنا للإعلام الدولي مقتصرا فقط على لحظات الحرب والأزمة، بل أن يكون هناك خطة منهجية عملية فيها تعاون بين كل الإعلاميين العرب لاختراق الإعلام الغربي ولفضح وتعرية الرواية الإسرائيلية، ولكن بشكل منهجي ومنظم. يعني أنا أعطيك مثل، عندنا في فلسطين المراسلون والصحفيون الأجانب يتلقون من 3 مؤسسات إسرائيلية ممولة طبعا من حكومة إسرائيل، يتلقون رسائل تصل يوميا إلى 600 رسالة في كل جوانب ما يجري وبالتفصيل. نحن بحاجة إلى جسم منظم أيضا يستطيع أن يوصل رسائل ورؤية الفلسطينية إلى كل هؤلاء الإعلاميين. مش بس هيك، العمل يجب أن يتم ليس فقط على مستوى المراسلين. أنا بعتقد أنه المشكلة الكبرى في الإعلام الغربي تكمن في غرف الأخبار، يعني الغرف التي توجه المراسلين وتحدد المسار الرواية طبعا. هذه التي يجب أن تستهدف، وتستهدف بكل الوسائل، باللقاءات، بالإعلام، بالأخبار، بالنقد، بالكتابة في الصحف الأجنبية، كل ذلك يجب، ومهاجمتهم عندما يخطئوا،
كل هذا يعني أصبح ضروريا الآن في عصر يعني عصر السرعة طبعا. وفي أصبحت المعلومة يعني تنقل عن الحدث خلال ثواني وخلال دقائق لا أكثر، مش زي زمان. وبالتالي نحن بحاجة إلى تنظيم العمل، بحاجة إلى أن يكون العمل سريع وفعال ومؤثر، وطبعا يجب أن يكون مستند دائما الحقيقة الدقيقة حتى لا يستطيع أحد أن ينقضه. النقطة الأخرى هي مسألة محاكمة المجرمين. اليوم للأسف نحن قدمنا إلى محكمة الجنايات الدولية ما يكفي من الإثباتات والوثائق الموثقة حول جرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل في الأعوام الماضية، ولكن لديك الآن كريم خان وهو المدعي العام، هو عمليا خاضع للتأثير الأمريكي والإسرائيلي. بالتالي علينا أن نجد منافذ أخرى وفي نفس الوقت فضح سلوك محكمة الجنايات الدولية. أنا كنت أتمنى أن أرى عشرات المقالات في الصحف العربية تنتقد موقفه وتعريه كما يفعل الإسرائيليون عندما يقوم شخص فقط بموقف متوازن تجاه الفلسطينيين، يعني يبدأ بالضغط عليه. أنا أعتقد أن علينا أن نكون أكثر هجومية وأكثر شدة في الدفاع عن حقنا في هذا المجال. أشكرك شكرا جزيلا دكتور مصطفى البرغوثي والبرغوثي، وشكر موصول للسيد شفيق التلواتي والأستاذ عماد الدحسين، شكرا جزيلا على الوجود معنا الليلة، وشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام، ونلقاكم في حلقة جديدة إن شاء الله.